فرحة العصر ند الله وهادم مسجده قرآن احرقه وبجرأة وظلمة شدده وباسمك مهديهم كثرة معاصيهم وبجيشك مهديهم كثرة بلاويهم بجهلهم شدوا العزم مناير بكيلة تنهدم سايقهم والله كالغنم عجبتهم هاي الحالة لما تجهلوا دجالة منهجهم منهج الغدر عمال الدول الكفر هذول أتباع الصدر جيش المهد الغدارة وين المهد وآثارا طالبك القبور يثبت مهد بن الحسن مولود وعلم قد أظهر ويصد الفتن وإلا في النار ملعون من الباري وإلا في النار ملعون من الباري هذا يفعل المهدي من شرطي عباسي من دولة عباسية وقد انتهت الدولة العباسية أين هو ليظهر هذه وسائل التواصل الاجتماعي ليبين ما عنده مما يخاف لماذا الخوف لماذا التقاعس لماذا الجبن لماذا الهزيمة لماذا الانهزام لماذا الخنوع لماذا الخضوع الجواب لأنه لا يوجد مهدي المسألة واضحة المسألة واضحة المسألة بينة هذه وسائل التواصل الاجتماعي ونحن الآن الأعزاء المخلصون الأخيار المضحون الصادقون ينتصرون للتوحيد ودين التوحيد في وسائل التواصل الاجتماعي أفرحة العصر ند الله وهادم مسجده قرآن احرقه وبجرأة وظلمة شدده وباسمك مهديهم كثرة معاصيهم وبجيشك مهديهم كثرة بلاويهم يا معاند حرك العقل لا تبقى الطاوع الجهل التعلم هو أرقى حل دقق تاريخ الماضي هو القرآن القاضي فكري لا تكفره ما لك عند الله معذرة توحيدي الله ناصره موت أحمر فوقك نازل عن الحق ما أتنازل ساحات العلم مفتوحة والملعب إلي قرآن وعقل دليل وما تقدر إلي مو قلب وجداني بل فكر وإيماني مو قلب وجداني بل فكر وإيماني أبرهة العصر ند الله وهادم مسجده قرآن احرقه وبجرأة وظلمة شدده وباسمك مهديهم كثرة معاصيهم وبجيشك مهديهم كثرة بلاويهم